يعطيكم العافية. اليوم عندنا تشكيلة بسيطة من شركة كايزر، وراح نعطيكم فكرة عامة عنهم بالأنواع الموجودة قدامكم. طبعا في عندنا أول موديل من التشكيلة موديل الميني كريكتل من شركة كايزر، راح تكون بمقبض كاربون فايبر. طبعا ضايفين عندنا اللون الأحمر على الباك سبيسر بالإضافة إلى المكان هذا، فمعطي شكل جمالي مع اللون الأسود. بخصوص الشيء المميز بالستين هذه، أن النصل راح يكون من معدن ل3V مطلي باللون الأسود، فمطوية بمعدن 3V راح تكون جدا ممتازة للاستخدامات اليومية. الموديل الثاني عندنا موديل 60 صغير، راح تكون ممتازة بالجيب. بخصوص هذا الموديل، وهو موديل السايبر، وبالنسبة للسايبر طبعا راح تكون بمقبض الميكارتا ومعدن M390. طبعا تصميم النصل ماخذينه من سيارة التسلا تراك، فراح تكون نفس الشكل، حطنا لكم الصورة. وهذا اللي حالهم قصة النصل اللي تشوفونها قدامكم، حجمها جدا ممتاز وتنفع تستخدمها كاستخدام يومي. عندنا طبعا موديل الميني بيليكن، راح يكون موديل بمعدن S35 ومقبض من التيتانيوم. طبعا عندك هذه الثانية بالظهر، عساس تقدر إذا تستخدمها وتضغط راح تكون مريحة بإيدك، بالإضافة طبعا إلى التفاصيل الموجودة على المقبض. بخصوص طبعا اللي يحب السكاكين الكبيرة، فعندنا الشيب دوغ إكس لارج، لازم نعيدها تسمعون الصوت. كسكين بحجم كبير، هذا راح تكون جدا ممتازة، راح تكون بمعدن الM154CM ومقبض G10. فاللي يبيله سكين بحجم كبير، الشيب دوغ إكس لارج راح تكون جدا ممتازة بالنسبة له. وأيضا اللي يحب نفس القصة بحجم صغير، فعندنا الميني شيب دوغ راح تكون نفس قصة النصل لكن بحجم أصغر. طبعا بخصوص هذا الإصدار، راح يكون المعدن من S35VN، وبالنسبة للمقبض راح يكون من التيتانيوم. طبعا أيضا متوفرة بنفس المواصفات، لكن بخصوص المقبض راح يكون مسوين له أنادايزد، فصاير باللون الأزرق. أما بالنسبة لباقي الملحقات الموجودة راح تكون أنادايزد باللون الذهبي، فمعطي شكل جمالي حق السكين. اللي يحبون السكاكين السلم، فعندنا البيج لايتر راح تكون موديل سلم بقصة تانتو، راح يكون أيضا بمعدن S35VN ومقبض تيتانيوم. وعندنا طبعا موديل الجرازييسو، وهذا طبعا أحدث إصدارات من شركة كايزر، إصدار 2022، راح يكون بمعدن L20CV، وبالنسبة للمقبض راح يكون من الكاربون فايبر بالإضافة إلى التيتانيوم، وهذه نفس ما ذكرنا من أحدث إصدارات شركة كايزر. طبعا حاليا بخصوص اللي يحب السكاكين الصغيرة، فعندنا موديل الميني باي راح يكون متوفر بلونين، سواء الأبيض أو الأبيض مع أحمر. بخصوص هذه السكين راح تنفعك وايد لأن حجمها صغير، فتنفع بالاستخدامات بشكل عام.
راح تكون بمعدن الاس 35 بي ان، والمقبض راح يكون من الجيتن. طبعا وايد ناس مدحوا 60 لانه ما فيها لوك، فراح تكون جدا سهلة اذا تستخدمها بايد واحدة، مجرد ما تبطلها تقدر تسكرها بيد واحدة، فما راح تواجه فيها اي مشاكل، وهذا اللي خلى عليها اقبال كبير من الناس. من الموديلات المميزة من شركة كايزر عندهم موديل الـ VK1FL. بخصوص هذا الموديل يتميز طبعا بالقصة العكسية، وهو مشابه للتانتو لكن بالعكس، فكقصة تعتبر مميزة. وبالنسبة طبعا للنصل راح يكون من معدن الـ S35VN، والمقبض راح يكون من التيتانيوم. بخصوص آخر ثلاث موديلات هما من تصميم المصمم إلايجا إشام، فعندنا طبعا أول موديل الميني ثيريوم، طبعا هذا تعتبر حجم صغير. بالنسبة للميني ثيريوم راح تكون بمعدن الاس 35، وبالنسبة للمقبض راح يكون من الكاربون فايبر. طبعا عندك الكلب هني راح يكون باللون الأزرق، واللي يبي له طبعا سكين بحجم اكبر فعندنا الميجا ثيريوم، ايضا من تصميم إلايجا إشام نفس ما ذكرنا. بخصوص طبعا هذا الموديل راح يكون المقبض من التيتانيوم الاسود، اما بالنسبه للمعدن راح يكون من معدن الاس 35 في ان، مطليه كامله باللون الاسود عشان تكون متناسقه مع بعض. وأما آخر موديل هو نفس 60، لكن بالنسبة للمقبض راح يكون من الكاربون فايبر بالإضافة إلى التيتانيوم. طبعا هذا الموديل راح يكون حق الناس اللي تستعمل الإيد اليسار، فلو تلاحظون إذا بنقارن بينهم عندنا الكليب من الصوب اليمين، اما هذا الكلب من الصوب اليسار، فهذه مخصصة حق الناس اللي يستعملون ايدهم اليسار. تقدر تستخدمها بيدك اليمين ما راح يكون عليها اي اشكال، لكن هم مصممينها حتى لو تلاحظ الفريم لوك ايضا راح يكون من صوب الكلب. كاستخدام بيدك اليمين ما راح تأثر معك، تسهيل عملية الاستخدام حق الناس اللي تستخدم ايدها اليسار. فهذه كانت تشكيلتنا لليوم من شركة كايزر، وحبينا نفيدكم أن كامل هذه المجموعة متوفرة حاليا بفرع السنابل. اللي حاب يشوف التشكيلة ويشيك على الموديلات يقدر يزورنا الفرع ويحصلها متوفرة. حياكم الله.